نشوف مع بعض في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية ذكرى انتصارات أكتوبر ضمن نشاطها الثقافي والفكري، ندوة تحت عنوان نصر أكتوبر وصحوة الإبداع، أقيمت ليلة أمس في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ونعود لنكمل حوارنا مع أول ضيوفنا. نظم قطاع النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية ندوة بعنوان نصر أكتوبر وصحوة الإبداع. امتزجت الندوة بالحس الفني مع الجانب الثقافي السياسي، وشهدت الندوة تكريمات لبعض أبطال حرب أكتوبر من إعلاميين وعسكريين. الشعب المصري هو القوات المسلحة. القوات المسلحة لولا دعم الشعب المصري خلال الفترة دي، ده الشعب المصري ضحى بالغالي والرخيص. السبب الرئيسي في حرب أكتوبر شعب أرض محتلة عايز يساعدها، وإحنا ما كناش دعاة حرب، ولكن رفض إسرائيل لكل مبادرات السلام اللي طرحت هو الدافع الرئيسي اللي خلى رئيس أنور السادات ياخد قرار الحرب ونستعيد جزء من الأرض ونستكمل استعادة الأرض بالوسائل الدبلوماسية. قبل الحرب كان مصر كلها بتستعد لرد الصعصعين لإسرائيل، وده كان واضح جدا وظهر بشكل قوي جدا أثناء حرب الاستنزاف، وعشان كده أنا بدأت عملي كمراسل حربي من أيام حرب الاستنزاف، وسجلت بقى المعارك العظيمة جدا اللي تمت وأثبتت لإسرائيل أن هم كانوا بيقولوا مصر لن تقوم لها قائمة. بعد أيام قليلة جدا من نكسة 67، معارك بقى رأس العش ولسان بورتوفيق وإغراق المدمرة إيلات وضرب بعض السفن والقطع البحرية إلى آخره، كان رد قوي جدا على إسرائيل. الإعلام كان دوره مهم جدا بدءا برضه من حرب الاستنزاف، إن هو حشد الجماهير كلها وراء الهدف الواحد والقوي جدا، وهو استعادة الأرض والكرامة. وأشادت الندوة على ظهور الحس الوطني في الشارع المصري فترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، من قلة معدلات الجريمة والمساندة الشعبية في كل الربوع داخل مصر، من بدو سيناء لصعيد مصر، ومساندة الأشقاء العرب خارجيا. ندوة اليوم كانت عن ذكرى حرب أكتوبر، طبعا هي تذكير للجماهير عن قصص حرب الاستنزاف والتحضير لحرب أكتوبر، وإزاي كانت يعني عندنا كان نماذج مختلفة. اللواء المندوه كان بيتكلم عن خلف خطوط العدو ودور أهالي سيناء وشعب سيناء في أنهم كانوا الأقمار الصناعية خلف خطوط العدو، لأنه ما كانش فيها أقمار صناعية. حرب أكتوبر حقيقة أنا مش عايزة تقف عند فكرة الانتصار العسكري، لأنك لو خدتها كده هتبقى جزء من التاريخ زي الأحداث اللي مرينا بيها في التاريخ، والحقيقة ده مش ما بشوف دي إن دي قصور في قراءة التاريخ. أمال إيه البديل الأفضل؟ تطلع من حرب أكتوبر ونصر أكتوبر قيمة يعاد استخدامها في تربية الجيل ودعم الولاء للدولة. أشادت أيضا بوقوف الشعب المصري بكل أطيافه من أدباء وإعلاميين مع القيادات السياسية في تنفيذ خطة الخداع والتضليل للعدو اللي بدورها ساهمت في انتصار أكتوبر العظيم. بيتر رأفت، مساء الخير، ميسات.